الأستاذ عامر العماير خبير اللوائح، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، ازيك أستاذ مهيب، عامل إيه؟ يا أهلا بيك. هل يجوز إن اللعيبة تتحط على السيستم لحين تسوية الأمور مع اتحاد الكرة؟ الكلام ده يتم لو اتحاد الكرة عمل اكسبت وادى موافقة على قيد اللعيبة، اللي بيتم نادي زي نادي الزمالك تعاقد مثلا مع نادي زي نادي أسوان. اللاعب احمد بالحاج غير مصري فبيتسجل على التيم اس، فنادي الزمالك بيدخل البيانات وبيسحب العقد سكان وبيحطه على النظام، ونادي اسوان بيرد المعلومات قصاده بتاعه الكود بتاع اللاعب بالتاكيد، وبيطلع بعد كده اتحاد الكوره يعمل موافقه على الاجراء بعد ما بيراجع الورق، فتبقى العمليه تمت. المفروض العمليه دي تتم قبل الساعه 12. اكيد تمت. اتحاد الكوره ببيانه قال لك انا ما سجلتش حد. صح. فكده يبقى اتحاد الكوره ما وافقش على التسجيل. طبعا. قال لك الزمالك احضر مبلغ زهيد. فهم كده عملوا لنفسهم مشكله من غير مشكله. طيب. كده اللعيبه مسجلت. تاني، سؤالي تاني. وعايز اجابه واضحه، هل يحق لنادي الزمالك ان هو يحفظ لعيبته على السيستم لحين تسوية أموره المالية وبعد كده يقيدوا؟ يعني يحفظ حق قيدهم، يحفظ حق قيدهم في اللايحة على ترانسفير. هو المفروض ده كان يتعمل قبل الساعة 12. الكلام ده بيتم في حالة واحدة. اللي هو الحفظ لو اللاعب أجنبي وبطاقته الدولية بره. فأنا ممكن أسجل الإجراءات وبطلب البطاقة الدولية. تيجي بقى يوم 5/2/10 براحتك. يعني ما ينفعش حفظ حق لعيبة داخل الدوري المصري. هم بتاعتهم في اتحاد الكوره كلهم حتى الاجانب. عندك هو المشكله مع اتحاد الكوره التسويه، اتحاد الكوره لو مش عاوز يعمل مشكله وناوي كان للتسويه بالتاكيد هيبقى سجلهم على السيستم وفعل وما قالش، بس هو طلع بيان قال انا ما سجلتش. فكده هو بيقول لك انا ما سجلتش لعيبه على السيستم. طب انت قريت، مش عارف انا مع رايه في قريت بيان اتحاد الكوره؟ قريته الحته يعني الاخيره بيقول لك هو دي مسؤوليه نادي الزمالك وحده، هو الزمالك رفع الاسماء بس الاتحاد ما عملش التفعيل اللي هو الموافقه بتاعتي الاجراء صحيح. استاذ عامر لو بكره نادي الزمالك مطلوب منه 15 مليون جنيه راح ودى اتحاد الكوره 15 مليون جنيه، هل لعيبه الزمالك دي هتبقى كده سليم؟ واضح كرد صريح. اتحاد الكوره فعل قبل الساعه 12 هيبقى القيد صحيح. هو فعل ولا ما فعلش دي معلومه عندهم. موجوده في البيان؟ موجوده في البيان؟ مش موجوده في البيان. مش موجوده. موجوده ولا مبهمه؟ مسؤولية نادي الزمالك. ايه؟ هو في البيان بيقول لك ان الاتحاد ما سجلش اللعيبه ودي مسؤولية نادي الزمالك. صح. ممكن يكون ضغط عشان يدفع الفلوس. هيوضح اللي السيستم مرتبط بسيستم الفيفا. سلام عليكم. هيوضح التسجيل تم الساعة كام؟ يعني لو هو تم التسجيل هيظهر يوم 31 الساعة مثلا 11 مساء تم تسجيل اللاعبين. اتحاد الكرة مش هيقدر يعمل أي خطوة بعد ما السيستم اتقفل. لا ما أنا عارف دي مستحيل طبعا لو السيستم اتقفل واتحاد الكرة ما أجراش موقف بقيد لعيبة نادي الزمالك انسى. تمام. ده سيستم عالمي يعني مش هو اللي بيفتح هو بيقفل، هو بيتقفل اوتوماتيك يا استاذ عامر. تمام. انا يعني السيستم بيتقفل اوتوماتيك. الساعات الجايه هتبين اتحاد الكوره بيانه ده صحيح ولا لا. لو الزمالك دفع وقال لك سجلنا اللعيبه يبقى هو اصلا كان مسجل اللعيبه، هو كان مسجلها فهيبان الكلام ده خلال الساعات الجايه. اللي هو خلاص كده انت السيستم اتقفل، لو ما سجلش خلاص شكرا. تاني طبعا هي الموضوع انت رئيس النادي، رئيس النادي طلع قال فكره نادي الزمالك يقدر من عنده مدير التيم اس استاذ احمد ابراهيم بتاع نادي الزمالك ممكن يخش على السيستم لو اللعيبه تم تاكيدها هيعرف على السيستم. هو قال لك، احنا مسجلين اللعيبه حطينا اللعيبه على السيستم اتحاد الكوره الموافقه لكن كارنيهات القيد مش هيدوها لنا الا لما ندفع الفلوس. انت مش فاهم قصدي، انا قصدي ايه؟ انا بس لا بقول لك المعلومه اللي اتقالت على المعلومات. يقدر نادي الزمالك من خلال مدير التيم اس في نادي الزمالك تمام يخش عنده على السيستم لو اللعيبه اتسجلت وبقت لعيبه في نادي الزمالك هيظهر، حتى ما سيبك من التمكة هيظهر اللعيبه دي اتسجلت فهو يقدر يخش يعرف المعلومه دي.
سهله يعني نادي الزمالك هيعرف ساعتها الاتحاد سجل اللعبه ولا وهيبقى مذكور التوقيت بتاع التسجيل. اما طبعا لازم يكون قبل الساعه 12 فده هيبان الزمالك يقدر يتسجل. طيب ممكن اتحاد الكوره يسجل اللعيبه قبل الساعه 12 وما يديش كارنهات قيد اللعيبه للزمالك الا بعد ما يسدد؟ ينفع بس خلاص ينفع هو حصل كده يبقى هو ده اللي حصل. هو ده اللي حصل اكيد صباح بيانه عكس انا بقول لك هو ده اللي حصل كده. بيانه غلط انا جبتها منك اهو وانا متوقع كده. آه. انا بص انا متوقع كده بس ده عكس بيان اتحاد الكوره. لا لا البيان برضو فيه مبهم. البيان صريح اللي ما تسجلش. معلش اقرا البيان يا عمو. ما سجلش الله ما هو ما سجلش ما انا مش هديك بطاقه القيد. لا 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 ما بص هو لو على السيستم وسجل هيبقى التسجيل قانوني الكارنيه ده عشان تشارك في المباريات. ايوه ما مش هيخليه يشارك ما هي هي بس هيبقى سجلهولك ماشي سجله بس مش هديك ان هو ان لما تدفع القيمه اللي ما ده اللي بقوله لك عكس البيان. البيان بيقول لك احنا ما قيدناش. انا بقول لك الزمالك عاوز يتاكد مدير التكت عنده يقدر يخش هيلاقي لو لعيبه اتسجلت هيلاقيها ايه؟ دلوقتي متسجله عنده يخش على السيستم دلوقتي. استاذ عامر لو استاذ عامر لو بعد الاحداث دي كلها واللعيبه اشتركت هل ممكن اي احدى الانديه يشتكي؟ يبقى ليها دور الشكوى دي؟ لا انت لا ساعتها اللاعب اهليه المشاركه بالبطاقه. بص اهليه المشاركه بالبطاقه اللي الحكم بياخدها. لو انا كحكم في ماتش للزمالك الجامعة فرض ومعايا بطاقه مشاركه باسم اللاعب بنادي الزمالك خلاص اهليه اللاعب بالنسبه لي هتبقى سليمه. انا ما بتكلمش على الماتش بعد نهايه مباراه بيحصل احداث. لا انا بقول ما هو هيبقى البطاقه طالعه من اتحاد الكوره فانت لو قدمت شكوى لا اللاعب متسجل يعني اللي اتعدى وسجله واداله كارنيه تمام هتبقى ما فيش اي احتراطات. ده تبان بقى ده السيستم اللي باينها. المفروض بقى نادي الزمالك يعمل ايه لو كده؟ يعملوا سكرين شوت للنظام ويظهروا اللعيبه متسجله ولا مش متسجله. طب استاذ عامر طلب اخير يعني ممكن تقول لي نادي الزمالك مطلوب منه عشان قيد لعيبته يبقى صح ايه في هذا الموقف؟ بص يا استاذ عامر اتحاد الكرة رفض الشيكات المقدمة من الزمالك لحل جدولة مديونية اتحاد الكرة لكننا قمنا بقيد الثلاثي بالحاج وشبانة وناصر منسي في 11:30 مساء قبل غلق باب القيد لكن هناك تعنت من أجل عدم قيد الثلاثي وسأحصل على الكارنيهات الخاصة باللاعبين غصب عن اتحاد الكرة وحل اتحاد الكرة خلاص؟ وقمت بتسجيل الثلاثي قبل غلق القيد. حازم امام وجمال علام تعنتوا واصروا على رفض الحصول على الشيكات. ده رئيس الزمالك يعني تسجله خلاص هو اللي سجله داخله مع حد في نادي الزمالك. لا لا خلينا بس دلوقتي هل يجوز واحده واحده احنا قدام بيانين دلوقتي يعتبر بيان من اتحاد الكره. احنا قصاد خناقه ما بين نادي الزمالك واتحاد الكورة. على فكرة اتحاد الكورة ببيانه قال ان الزمالك قطع اسماء اللعيبة على السيستم بتاع الانتقالات بس احنا ما قبلناهوش عشان بعت مبلغ ضئيل. اتحاد الكورة قال كده. هو سؤال هو سؤال الزمالك اللي بيرفع على السيستم ولا اتحاد الكورة؟ لا الأندية الناديين. الأندية الأول عندهم حلو السيستم عندهم الزمالك رفع الاتحاد حلو خليك معايا. الزمالك رفع على السيستم دلوقتي خلاص؟ اتحاد الكورة ممكن يأيدهم قبل الساعة 12 وما يديش الكارنيهات الخاصة بيهم اللي هم في حالة قيدهم لنادي الزمالك إلا لما يدفع فلوسه. ده يجوز؟ يبقى كده طالما في مديونية لا مش هخليهم لك يشاركوا إلا لما تدفع. بالظبط يجوز بس في اللحظة دي لازم يكونوا سجلوا الأساس الاتحاد دول أنا ما سجلتش. الفيصل في دي نادي الزمالك لو دخل على السيستم هيعرف يسجله ولا لا دلوقتي هيصاروا له هيظهر ان اللعيبه دي تم تفعيلها وبقت لعيبه عقد. ليه؟ عشان اللعيبه دي مشكله الكرنات بعد كده تسجل افريقيا. المشكله الكبيره مش كده. افرض اتحاد الكوره سجلهم لك محلي بس ما حطلكش بالحاج وناصر وشبانه افريقيا. انت لازم تكون سجلت على السيستم بتاع الكاس. اللعيبه دي اتسجلت على سيستم الكاس. طيب عندي لم لم تتم الاجراءات النهائيه للقيد لعدم سداد جزء من المديونيه لان كل اللي قدموا اوراق نادي الزمالك قدموا اوراق فقط جواب موجه للشركه الراعيه مكتوب باليد على ورقه بيضاء دون اختام ولا لترهيد بتاع النادي وتعهد بسداد 10 مليون جنيه
مكتوبة بالإيد يعني على ورقة بيضة ودون أختام برضو، والجوابين بتوقيع يعني نادي الزمالك قدم ورق، أنت فاهم؟ حتى مش باسم النادي. هو إيه؟ هو 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 في إيه؟ لا بجد والله، هو في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. يعني أنت عندك عليك مديونية ما تدفعها زي كل الأندية ما دفعت. اشمعنى نادي الزمالك؟ يا بيه أنا كنت ماسك نادي. لا اشمعنى نادي الزمالك؟ كنت ماسك نادي وجيت بأي نادي الزمالك. نادي الزمالك. قالوا لي أنت عليكوا نص مليون في النادي ما رضوش يعيدوا لي لعيب. نادي نص. التليفون فصل. طيب نشكر الأستاذ عامر العماير. الموضوع شائك يا كابتن حماده، بس هو قال حاجه يا حاجه، النادي الزمالك لو دخل على السيستم دلوقتي هيعرف اتسجلوا ولا لا. لو دخل ما لهمش تسجلوا الموضوع انتهى خلاص. لو تسجلوا اتحاد الكره بقى تبقى خناقه الكرنيهات. امال ايه مصير اللعيبه لو ما تسجلوش؟ هي بتالي ما اعرفش. وبعد كده اتشالوا بقى من السيستم بقى، يعني بالحاجه اتشال من اسوان، شبانه اتشال من سموحه، نصر منسي اتشال من بنك الاهلي. يعني اللعيبه دي لو اللعيبه دي ما تأيدتش بقت في الشارع. وش صريح نصر منسي التلاتة. وشبانه الثلاثه هم في الشارع وبالحاج. ما هو ما اتشالوش لسه، هو بساعه القيد بيتشال من النادي بتاعه بيخش على. طب شبانه ممكن يرجع تاني؟ ما اعرفش بقى، لو اتشال من القايمه وعد الساعه 12 ما اعتقدش ده قطع اعاره.